بسم الله الرحمن الرحيم دوام تسليم مع الصلاة على النبي المسيب الخلاد أزكى سلامي الذي له انتهى سيري على من خاد لي ما يشتهى أنا لن المغني أجورا تغني عن كل من لم يرد لي بالمني أنا لن المغني أجورا تغني عن كل ما لم يرد لي بالمني لوجه الكريم أنهيت الأمير من قبل دكشة وإنه الخبير أجر الذي ليس له نهاية خط قاد لي والدراية وجه من لا يكون فانيا ما لا يزال نافعا وباقيا أحمده بشكره مرتديا عنه وعني دون سخط رديا أحمده بشكره مرتديا عنه وعني دون سخط الرديا جماد الثانية جزاؤه وأجره مع صواب توجهت لي دون در أو خراب من حام جيسش توجه كما وصلل من أول دكسش سما أجر الكريم النافع المكرم الأنفع الجميل والمخدم دعاني السفاء والتبشير لشكر باخ فضله كبير أنا لني الملك والمليك ما وده الأبرار والملوك إلي فرما ما إليه فر من المنى ولسواي الدر لنخاد من خاد له الأقياس من المنى ولا إلي الباس ثبت أن الله عني محا ما لم يكن رد الإله فمحا إلي وجه بقدر ذاتي كرمه الباقي في إلي وجه بقدر ذاتي كرمه الباقي في اللذات، نفعني في كل ما أباها لي بقدر ذاته رباها يقول للباقي بقدر البشر ولا يوجه القدر لي القدر. هو الإله وهو الرحمن. وهو الرحيم منه للأمان تكريمه في ظاهر وباطن لا زمني فيما بدا والمكان تكريمه في ظاهر وباطن لا زمني فيما بدا والكامن رجب ردي عن الله رضوان جميع عباده الغر رضا عني الشفيع جذب للباخ المنى جذبت لي بلا أذن وأمني قد صبت بركتي واسعة وباخية بقاء ملك ذي الهبات الصافية شعبان شكرت ربي بصلاة أبدا مسلما على الذي نور بدا على النبي هني يصلي بسلام يا من به لي خط أفضل الكلام على النبي هني يصلي بسلام يا من به لي خط أفضل الكلام بحق وجهك الكريم قلدي له سلامك وَصَفِ خلدي اكتب بشارات الجميل الاكرم بالانتهاء للنبي المكرم نافعها للمنتقى منافعا في وكن لي عاصما ونافعا رمضان رمضان رافع صلي بسلام همدا على الذي سميته محمدا ملك صلى وسلم كل حين على الذي لجره بالصالحين دم بجاهه صلاه هان اصحابه يا من به يبد فحال اكتب صلاه وسلاما بلغا نهايه وللنبي بلغا نافع صلى وسلم بالنبي على النبي وبشّر جنوبي شهيد في المنتقى غير صلاه مع سلام مغنيا عن الخلاد وجه سلامك إلى المختار وآله وصحبه الأسطار ودود خلد الصلاة للرسول مع سلام وبه جدلي بسول إلى النبي خذ ما يسره بلا مضرة مني وصحي يقبل لك ختابي وأنت الوالي بشر رسول الله في توالي زل خيردا زب لغير المنتخى الى الجنان. إلى الجنان كل أذى بعد سَلَامَيْ زِمْتِنَانِ دنان. وجه إلى غير خديمه الدرر والتكفيه, والتكفيه كل شقاء وغرر. وغرر إلى النبي قد سلامي وغرر. الخدير وبكتابة ينوّر الصدور لوجهك الكريم صلي بسلام على النبي والتكفيني كل ملام, ملام. خدي الصلاة والسلام أبدا للمنتقى الذي تقدم بدا على النبي والرسول صلي وسلما بمن له يا كل دعائي يستجب وصل سرمدا وسلما على النبي أحمدا هب لرسول الله في قد يودها خير كرام أمنا تسليم ذي العرش وذي الكرسي على بشارات <applause> بني خصي تسليم ذي العرش وذي الكرسي على بشارات بني خصي ذو الحجة زب لغير المصطفى سوى البشر بعد صلاة وسلام ذا البشر وسبقتي للنبي ما يهب بعد صلاة وسلام ما يهب وسلبقتي للنبي ما يهب بعد صلاة وسلام ما يهيب أعت نبيك هاني الصلاة مع سلام يا بديها خجلا لوجهك الكريم بشر أحمدا بهمري وبشرني سرمدا خذني بلا مشقة ولا ملام إلى جنانك وبرفع الكلام جد للنبي بسلام مغني في حزبه وليكن والتغني جد للنبي بسلام مغني في حزبه وليكن والتغني جد للنبي بقلم بشارة يا من له الإظهار والإشارة حب النبي سنتي وشهري وهب له سري ردا وجهري تبت إليك توبة نصوحا من كل عيب قلت للفصيحا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شعبان, 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 شعبان شهد الشهور أحمد فدله شهدت الشهور أن أحمدا فضله من لا يزال سمدا شهدت الشهور أن أحمدا فضله من لا يزال سَمَدًا علم فضل المصطفى محرم شهد أنه هو المكرم بين تقديم النبي سفرو نفى لخير قبله من كفروا, من كفروا. إلا الوراء خاد الربيع الأولي خير الوراء آخرهم وأولي إلى الوراء خاد الربيع الأولي خير الورى آخرهم والأولي نور أحمد ربيع الآخر كما له قد جاد بالمفاخر شهر رمضان شكرت الله جماد الاولى على النبي شكرا كفى دليلا حدد بأحمد جماد الثانيه هداية اعطت قطوفا دانيه ردي عن خير البريه رجب ازهبه له له خاد العجب ردي عن خير الورى شعبان ردا به فيه بدل قربان مدها خير الخرق شهر رمضان إسيه جاء ذكره والفيدان ديافة المختار في الشوالي تشهد أنه حبيب الوالي إن النبي قاد المنازل خهدا أكرمه الله به وبعدا نال بجاه المصطفى ذو درجة عالية وهجة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولي والخاتم لما سبق الناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة يما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سبعة لله العزي من رب الورى بر من رافه بعمده مصليا مسلما على محمد ومن قد أسلم عمت رب العالمين صلّ جلال مصليا على مستنصر الدجال عمت رب العالمين صلّ جلال مصليا على مستنصر الضلال أكرم كل والد ووالدي إن أبي به الذي لم يلد ناجيته سبحانه وأرتجي من أوتى يوم فتح مرتجي رجوت من رب الرحيم المُخني Murtajian ani bihi as-sahni Barakatun warahmatan ma'a salam Wa ismatan bi li umrin wa falab Bi kaunihi akramu arju minhu ma qad rajawtu wa raditu anhu Kansi wa, wa isi wa kauni rabbi rabbiya Wa kana li baran wa zaka zabiya Kansi wa isi wa kauni rabbi rabbiya وكان لي برن وساك أسبياب رجوت من حجل بالمختار وآله وساب الأسار رجوت من حجل بالمختار وآله وسعب الأسار بركة تفوق سن والكريم أنه وأمه فسب الخريم بركة تفوق سن والكريم من أمه فاز بخير ما أروم بكونه برن بربر البرايا بر 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 ترى وكوني أبدا له مترى بكونه رب البرايا ترى وكوني أبدا له مترى أرجو خداح حاجة في باتني كسائري ومكس في المواتني لك توجعت بآيتين من كل <سؤال> ما كتبت ختمتيني عنك رديت سخط بِرَاجِيَا راجيا منك رجوعا للأدور راجيا عنك رديت سخط بِرَاجِيَا راجيا منك رجوعا للديور ناجيا ستنيا إلما وأدا وأدبا وبيا فري كل من تعبدا ستنيا تقا وأملا ونويرا قلبي وعفس يا أفيس سورا تفضلا علي بالعيات كوني كسعاب في العيات حبلي في عائسة تحدمي حبلي في عائسة تدوم يا خير مخن ملكه يدوم على النبي محمد خير الورى سلي بتسليمك يا من صورا بقدره العسيمي والآل وساب سوى منك منك بجاهي أروم يا سكور كون آيات خير أمد وسكور إجل آيات فيك رب فانيا كما طلبت في جماد ثانية سيرت لي في آل تاسرا عسرا مدن أمري ربي سيرا يسرت لي في آل تاسرا عسرا مدن أملي ربي سيسرا صفيت من بعد جماد في الرجب خلبي وكسب ما عني تجب سفيت من بعد جماد في رجب خلبي وَلِكَسَفَتْ كسف... ما عني احتجب فست وقصدي يوم السكر نعمي بمنن من خير مخن منحمي وجعت وَجْيَلُ له بسكري وأمده سُبْحَانُهُ وسكري ناجيت من رجب إلى الرجب فالاستجاب بسفي منتجب وسيلتي محمد وقلت مصليا وسانه بجلت وسيلتي محمد وقلت مصليا وسانه بجلت بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وخديمه وسلم تسليما سلم دواما بعد أن تسليا ربي على محمد وكليا لو بآله وسعبي اكتبي خير صلاة وتقبل كتبي اكتب له بهم ولرسل الكرام خير صلاة ولتزخ لي المرام مد عياتي يا سلام بسلام في وطني تبا وفي الدار سلام على نبي ورسل سملا بها سل وسلم سرمدا يا رب يا لو بعالي وسبي ومن قد آمنوا سق صلاة في سمن يا من له بالمنتخى سرنتا واكتب وكنت لي بجاهي بلا يا من له بالمنتخى سرنتا وكنت لي بجاهي بلا اكتب لي افضل ورا حبيبي سيدنا سمينا تبيبي ليس الاله بار بعد الجمال ان كل راكبين الجمال جمال محمد الولال وسب سلام سلا مع السلام سلا والتجد لي بسلام ربي بجاي خنيتنا نصحا وسخ لخير جهات المنسعا سلم بجاي وجاي مرسلين كل وجلني سرور العجمرين لحب جاي وجاي ما ما باقسني ودعائي أَسْمَهَا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من على مرداته عهيم نجي بجاي المستوى وبالكرام لي وزق لي سرمدا فوق المرام وجدت وجهي لرب بري في البارسات عين للبري أحمد سبحانه ولي وليرود كل ساس ليس لساخر الأهداء وحدي وأعده ولي أنجز قريبا أتخذت في اغتراب رادئه عنه بسر والسكر متعصما بيت حمدا لو ولي ما كان يوفى حمدا دع نسي وجع لي السكر نعم نسير وولي وسكور لله رب العالمين عمده إس أنت في سوى خير لكونه خعار رادي لغرون ولي يسين نفور المرون هو الكريم والعزيز المخني ولي سوق ما به أستخني رجوته فاقع رجاء ومنه أرتجي قد بكونه رحمان أرجو منه سلاح أمري ورد ورضيت عنه بكونه رحمة رحيم أرتجي خدا كوني مقتوخا ويسر خدا أرجو من الواسي في الدارين توسيئة تقني العارين لو ختابي مسليا على محمد بكل عبد خد على على محمد وكل والرسل والأملاك صل ربيا عزك صلاة بسلام لي تقد بعامنا يا خير مون قد يخد لخد بجاه العظيم كلما يسورني معارضا مسلما من أسيد يا عيال الجنان وفي كتيب سرمد الجنان يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا كسكس بنا نجي من العوار دواما كله وليسوق وليسوق فوق المنى وكل سبحان ربي ربي لي ستي والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربي العزيم البر في البار ستعين للبر بأمدي مسليا مسلما على نبي ومن به قد أمي امت رب الله رب العالمين مسليا مسلما على الامين الحمد لله على المختارين وعالي وسبيل الأستارين نبا عن الله على كون النبي محمد الخير سفي المسلمين رباني الرب بي ورقا وَمِنْهُ عز هُدًى حدا بكونه وعاب أرجو كوني لدي ساب وعند كوني بكوني عفي أرجو جو وأوسي المعنى بي وقلبي برجس بما أتى منه وواد النجس ربي رب الأرض والسماء والأرس والكرسي رب الماء بكوني رمت ترون المعلي بعد اقتباء فيدا بكونه وزير سيدا منه تعالى وأزال خيدا عسل كوني في العيات كالبار والبيدا في العيات له توجعت وإنه بكل لي يسوق سرمدا ما لم يكن عن ردي تسنسرا في الكتاب ولي عادي زبيبة متاب سدني علما وهدا يا اكرم وعملا وادبا تكرم سدني علما وهدا يا اكرم وعملا وادبا تكرم سدني علما وهدا يا اكرم وعملا وادبا تكرم سدني يا فتاه كل يوم سعادة وبيبس الخومي تبت إليك بائعا في المعمدا ثم خرفت واستريت فمدا أبلي في بي وفي توة ما يسعدني في عبد بالمحتمى الذي صلي ولتؤقني رجا مع سلام أسوغ فرجا من علي اليوم بارتواه ما قبل قد تلبت سارواه ما اتفيز اليوم اليقوي من سراف كلي اليك بخزوري ساقتراف اقلق لي العادات في اقلاه اقلق لي العادات في الاقائد والقول والفيل وسن فوائدي. يا رب كن لي بكن في كل ما لو توجهت وكل سلما سل على سيدنا محمد مع سلام ولتكن لي سمدي سل على سيدنا محمد مع سلام ولت لي سمدي, سمدي. فس بكونك دواما مالكي يا خير الخلق كل مالكِ وسقت بالحي الذي ليس يموت الواسع المهي البرايا والمميت وسقت بالحي الذي ليس يموت الواسع المهي البرايا والمميت ناجيته اليوم وارتجي غدا وبعده فوق المناور غدا وجهت وجهي له مسليا على الذي به يرم كليا. سيدنا محمد والمرسلين والأنبياء الكرم المفضلين للمصطفى كتب ولكل الأنبياء والمرسلين سرمدا يا ربي للمصطفى كتب ولكل الأنبياء والمرسلين سرمدا يا, يا ربي أسكى صلاة بسلام والتب ليبيم يا خير مغني قد منايا في الدنيا وفي أخرى وفيك خالد سرمدا بشريا على النبي محمد والآلي والصحب صلي واستجب سؤالي لو كتب الصلاة والتسليما بهم وزدني به تعليما اغفر ذنوبي واشتر المبيع وردي الشهور والربيع أي يوم الأربعاء بقضاء حاجي قطعا ورضيت بالقضاء لك متابية من المحرم والكره والمشكل في المحرم لك متابية من المحرم والكره والمشكل في المحرم منصرفا عنها وعما بعته وفي الذي لاخترت قد شرعت ربي بحرمة رئيس المرسلين وحق جملة الملا المفضلين سخلي من ذا اليوم للجنان ما منك جناني لي فوق مرادي سرمدا حيث اكون وحياتي احمدا يا يلا يا اكرم صلي بسلام على الذي به تزازي الظلام نبيك الهاوي العلا محمد واله وصحبه والحمد وجهت وجهي لك في المحرم بالذكر والشكر يا ذا الكرم اذكرني اللهم واقبل شكري ونجني من ردة ومكره لوجهك الكريم تبت بائعا فاغفر وهب لي ان اكون طائعا حتى عيوبي ولتوجه الثمن الي يا اكرم في كل الزمن مددت يا مغني يدي اليك فلتغنني ربي بما لديك مددت يا مغني يدي اليك فلتغنني ربي بما لديك دعاء يستجب بكونك المجيب يا من دعاء كل مضطر يجيب لك شكوري وذكري والرضا في أبد فلياب خير الرضا لك خطابي يوم الأربعاء بالذكر والشكور والدعاء هب لي ما فاق مرادي بكني يا من يكون الذي لم يكن رد لي عدايا اليوم روضا فاقا ظني ورد لي البحر والآفاقا بكونك الواسع هب لي توسعة في غير ما قلبي وما معه بكونك الخادر خلب قلب من يحسدني لنسرتي كل زمن أحمدك اللهم حمد الحامدين بالخلب الناوي رشاد الراشدين لوجه الكريم خد كتبته ما خد كتبته كما أنبت على النبي محمد صلى الله نهاية يا من كفيتني البلاء أزكى صلاة بسلام ورفع لك بي وبي فع لك توجهت من المحرم لشهر ذي فهر الحرم لك توجهت من الربيع إلى الربيع ربي خصم بيعي مناجيا بالذكر والشكور يا خير مغن نافع شكور يا الله يا رحمن يا رحيم يا مجيب صليا على من سمية. نبي رحمة وسلم بالجميع واسمع قتابي وثنائي يا سميع بسم الإله اكفني الأكدار يا الله صف البقاء به لي فيك يا الله يا من له الأمر يا من لا شريك له وسع وملك وأطلق فيك يا الله واجهتك اليوم يا رحمان مرتجيا فوزي بما شئت في دنياك يا الله أنت الرحيم الذي أرجو برحمتي. Allah ulaqiya durran min kayallahu malik yamini wa khalbi su'la ya maliki bila hisabin bijudin min kayallahu khaddasta sirriya ya khuddusu murtadiyan anni wa anka raditu dhahra ya Allah أنت السلام الذي سلمت كل يمين ويوب نفسي بالطين منك يا الله يا مؤمنك في جناب الدرماك درين وابلي الامن في الدارين يا الله وبالمهيمن لشرب باشترائك معه قد بعت سرا الى الجنات يا الله انت العزيز الذي ابغي بعزته عزا يخلد للتكريم يا الله اجبرت لي انك الجبار دون لقل كل العذاب الذي اخترت يا الله كفيتني كل ذي كبر بلا كلف يا متكبر رد الكل يا الله يا خالق الخلق لخلق ما أشاء أبدا بالبس والصفي ورضوان الله يا بارئ الخلق قد للنفع دون أذى وقد لي الأجر للجنات يا الله أنت المصور خلق النبي بشرا وصورا لي دون المكر الله غفرت لي كل ذنب قد أتيت به لشد بشكري يا غفار يا الله

فتحت لي كل باب كنت فاتحه لأوليائك يا فتاه يا الله علمتني الغيب حتى صرت منتبها أنت العليم الذي علمت يالله يا الله خبطت يا خابض الأسواء وانصرفت لغير النهوية كالأكدار يا الله بسطت يا باسط الأعمال لي برضا فاشكر مباسطة الدارين يا الله خفضت يا خافض الأعداء لي ومضوا لغير النحو بخفض منك يا الله رفعت يا رافع الدارين مرتبتي بلا انخفاض بفضل منك يا الله أنت المعز الذي لا عزته قل المعز وحبا فيك يا الله أنت المزل الذي زلت لعزته الانس والجن والشيطان يالله انت السميع الذي ناجيته زمنا وبالمسرات لي قد يالله انت البصير الذي لي خال جمله ما ليخترت الدنيا واخرى منك يالله حكمت يا حكم الباقي بكون يزاه فوزي بما غاب من بشراك يا الله عتلت يا عدل اعدائي بغير رقن ولا ضرار ولي قد كنت يا الله انت اللطيف الذي لطفت بي ابدا لطفا عجيبا يزيد الفكر يا الله أنت الخبير الذي عاينت خبرته وخدت لي منك علم الغيب يا الله أنت الحليم الذي زحزحت جملة من لم تردهم لي لغير الدهر يا الله أنت العزيم الذي بانت عزامته لي خدت فضلا عظيما منك يا الله أنت الغفور الذي لي خدت مغفرة محت عيوبي رضيت عنك يا الله أنت الشكور الذي كل رضا ولي شكرت جميع السعي الله أنت العلي الذي أعليتني أبدا بغير مكر ولي حللت الله أنت الكبير الذي بانت كبارته لي منك كبير الأجر يا الله أنت الحفيظ الذي وجهت في أبد إلى سواي العدا والضر يا الله أنت المقيد الذي قلت لي رغدا بلا حساب إلى الجنات يا الله أنت الحسيب الذي قد اكتفيت به عن العدا والأذى والكدي الله أنت الجليل الذي ساقت جلالته إلى سوى العداد داريني الله أنت الكريم الذي قد خدت لي كرما دنيا أخرى مع التبشير الله أنت الرقيب الذي بانت صيانته كليتي عن سوى الرضوان الله أنت المجيب الذي قالت بغير عنن إجابة منك لي لقترت الله وإنك الواسع الباقي ولي أبدا وسعت توسعة بلا الله أنت الحكيم الذي أطلقتني لسواه ما ساني وما حوت سوء يا الله انت الودود الذي قاد موتته لي سرمدا بالرضا والخرب يا الله انت المجيد الذي بانت مجادته لي منك مجدا فاق الله وانك الباعث المبقي بلا ضرر كفيتني جمله الاكدار الله انت الشهيد الذي قالت شهادته لي بشرايك مني ذاك يا الله يا حق لشد بحق ومو جمله ما لم ترد لي مطلقا بالفضل الله انت الوكيل الذي قد اكتفيت به في الدفع والجلب يا ذا الخلق الله أنت القوي الذي قويتني برضا في السر والجهر يا ذا الامر يا الله انت المتين الذي قد كنت لي بمنن ولا توجه لي المكروه يا الله انت الولي الذي لا ابتغي بدلا بي ولي كنت بالتامين يا الله انت الحميد الذي وجهت لي نعما بلا غرور وغير المكر يا الله يا محسي الخلق والاشياء جملتها كفيتني ضر ما احصيت الله يا مبدئ الخلق يا من لا توجه لي ما لا أحب رضيت عنك يا الله معيد أحمد عود قد كرمان كرما في كل شهر ويوم فيك يا الله مهي بخير حياة جد لي أبدا فلك شكري بصف عمري الله مميت قد موتي للعدا ولهم مكاره سخت في الدارين يا الله يا حي حمدي وشكري مع رضايا معا مني يخز دون سخط منك يا الله قيوم قد قلت لي ما كنت أطلبه بغير كسب إلى الجنات يا الله أو أوصلت لي واجد الأسمان دون عنا لك الوجود الذي ليبان الله يا ماجد جعل لي الدارين معتليا بغير كبر وعجب ربي الله يا واحد جعل لي الدارين منفردا مع المنا بعزيز منك الله لك التجائي بما يا سمدي بشرا لجملة من أحببت الله أرليت يا خادر المخزول مندفعا إلى سوانا لك التحميد يا الله رزقتني الحج أنت مقتدر مع الجوار وزور فيك يا الله أنت المقدم خدمني هنا وغدا على كثير من الأخيار يا الله أنت المؤخر أزبت العدا ومضوا إلى سوانا مع القزيان يا الله وإنك الأول علي هنا وغدا في السابقين بفضل منك يا الله يا آخر علي الدارين ذا وصف عمري الى الجنات يالله. يا الله يا ظاهر ارزقني أمولا مرتديا عني وازهر بي القران يا الله يا باطن ارزقني الاسرار الزامنا واجعل فؤادي ظرف الذكر يا الله هب بفضلك يا والي مواصلتي خير البرايا ومن واليت يا الله وانك المتعالي سقناك معا الى سوى قصد ضر الدهر يا الله وسع واتلخ وهل يقدون مفسده ولستجب دعوتي يا بر الله علي تبت ما حوت جملته تهرت كليا يا تواب الله انت الذي من عيد الاسلام منتقم ولانتقمت بما لقت يا الله انت العفو الذي عني عفوت بلا ابقاء عيب هديت الكل يا الله أنت الرؤوف الذي آين ترأفته ولا توجه لي الأعداء يلاو يا مالك الملك لي وسعت دون جوان في الملك والملكوت الدهر يا يا ذا الجلال وذا الإكرام هب لي معه لاخترت الدنيا وأخرى منك يا الله خذ لي يا مقصد المطلوب حيث أرى قِلَّاً وحبا مع رضوان الله يا جامع اجمع لي الاغراض مرتضيا عني بكونك لي في الجميع الله انت الغني الذي لا ينتمي غرض اليك هب لي ما احتاج يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وهب لشيخنا أحمد ابن محمد ابن حبيب الله ما نواه لنفسه وهب لأمة رسول الله صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وسلم وبارك ما نواه أحمد ابن محمد لهم آمين يا رب العالمين إنك أنت الوهاب وعصم عبدك وخديم رسولك من كل ما يسوءه أو يضره بقد عدمت ذاتك وكله بما يسره وينفعه ولا يضره في شيء ما إلى دخوله الجنة التي وعد المتقون آمين يا رب العالمين وهب لكل من تعلق به كل ما اخترت له من منافع الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من والأموات وهب لعبدك وخليلك وحبيبك وخديم رسولك صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك وخليله وحبيبه عليه الصلاة والسلام بآله وصحبه ما أحببته واخترته ورضيته له في الحال والمآل بلا آفة ولا كدر قبل الهبة وعند حصولها أبدا آمين يا رب العالمين وهب لكل من تعلق بخديمه عليه بآله وصحبه الصلاة والسلام حيث كان بركة تكفي جميع أعدائك آمين يا رب العالمين وهب لخديمه صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وسلم وبارك ما يزيد حبا لك وله صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وسلم وبارك بلا آفة ولا كدر ولا مكر ولا غرور ولا استدراج في شيء ما آمين يا رب العالمين وجعل جميع بقية مكسي في الدنيا كليلة القدر عندك في البركة وبدل جميع ما مضى منه من السيئات لحسنات بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم آمين يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير وبشره بعباداتي وبعاداتي حتى تدخلني الجنه التي وعد المنتقل اللهم يا من لا تاخذه سنه ولا نوم فكما قبلت مني خدمه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولم تحرمني اجرها فتقبل خدم خدامي ولا تحرمهم اجورهم امين يا رب العالمين انك انت الوهاب سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين